أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأحباء. إذن في هذه المحطة الحوارية الأولى دائما عدسة برنامج قهوة الصباح تسلط الضوء على الطاقات الشبابية التي أيضا أطلقت العنان لطاقاتها الإبداعية. في هذه المساحة الحديث سيكون عن شركة خضب الطلابية، هذه الشركة التي قامت أيضا بابتكار منتج يعمل بتقنية النانو. التفاصيل أكثر حول هذا المنتج وحول أيضا هذه الشركة تنضم معنا الآن في الاستديو الفاضلة فاطمة بنت سعيد الحبسية مديرة قسم التسويق بشركة خضب الطلابية. أهلا وسهلا بك فاطمة وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. أهلا وسهلا فيكم. يا مرحبا بك فاطمة، سعداء جدا بوجودك اليوم معنا في قهوة الصباح. يعني لما قلنا وذكرت حوراء شركة خضب الطلابية، البعض ربما المشاهد الكريم خاطره يعرف من باب الفضول فقط، يعني إيش معنى كلمة خضب؟ ليش اخترتوا تحديدا هذا الاسم؟ وليش ركزتوا تحديدا على المنتج اللي يعمل بتقنية النانو؟ معكم شركة خضب الطلابية من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. ممتاز. اخترنا اسم خضب لأن منتجنا يخص الصبغ أو جانب الصبغ. صنعنا منتج استهدفنا فيه المناطق الشمالية من السلطنة، محافظة شمال الباطنة وجنوب الشرقية ومسقط وظفار. نلاحظ هذه المناطق تعاني من مشاكل رطوبة والملوحة، اللي هنا نلاحظ تقشر في الجدران أو تشققات أو حتى تكون الطبقة الخضراء في فصل الخريف في صلالة. صنعنا هذا المنتج اللي هو منتج طبيعي 100% مستخلص من مادة السيليكا من الرمل. المنتج مصنع من بواسطة تقنية النانو، منتج يضاف إلى الأصباغ بحيث يجعل الصبغ يقاوم الملوحة والرطوبة. يعني هو عبارة عن صبغ، إذا مادة تضاف إلى الصبغ. ممتاز. نعم، بمعنى الآن المنتج يجد مثلا حلول للمباني المتأثرة بمشاكل الرطوبة وأيضا عوامل المناخ عموما بشكل عام هنا في السلطنة. ولكن أنا سؤالي أيضا فاطمة، متى تأسست هذه الشركة؟ تأسست هذه الشركة في البداية مع مؤسسة إنجاز عمان ببداية مسابقة إنجاز عمان. أول ما طرحوا إنجاز عمان المسابقة اللي هي مسابقة استثمار طاقات الشباب، أول ما طرحوا المسابقة كوننا فريق من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. كوننا هذا الفريق وبدينا عاد في تصنيع المنتج. صاحبة الفكرة اللي هي نورة الحراسية وشفاء الشعيلية كان عبارة عن بروجكت معهم في المادة في الكلية، تخصصهم علوم، فبدأوا بتصنيع المنتج واختباره في المختبرات ويعني أثبتوا فاعليته. ممتاز. المنتج الآن هو خلاص جاهز تماما أو لا ما زال في مرحلة وفترة قيد التحضير وقيد التحديث والتطوير؟ هو حاليا المنتج جاهز بنسبة 90%، لكن نسعى للتطوير أو ناخذ العينة إلى مختبرات ثانية في الكليات الثانية، لأن في الكلية بعض يعني الأدوات أو بعض المعدات لا تتوفر، فنحتاج يعني استعانة إلى معدات من كليات أو جامعات أخرى. ممتاز. ولكن أنتم كفريق كيف توصلتم أساسا إلى هذه المادة؟ هل من خلال قراءاتكم واطلاعكم وإلمالكم بكافة التفاصيل المرتبطة أساسا بهذا الموضوع؟ نفس ما خبرتك سابقا، هو عبارة عن بروجكت أو مشروع لمادة عند الطالبتين شفاء الشعيلية ونورة الحراسي اللي هن صاحبات الفكرة بالأساس، هن اللي طرحن الفكرة ونحن كمجموعة كوننا يعني فريق. درسنهم في درس مثلا درسنا المادة كمادة في كمادة أيوة كمنهج عندهم في الكلية. نعم فاطمة، أنت ذكرتي من خلال حديثك أن قمتوا باختبار هذا المنتج، ولكن هل قمتوا بتجربة المنتج في أحد المباني هنا في السلطنة؟ أثبتنا فاعلية المنتج، جبنا 3 مسامير، صبغنا المسمار الأول الصبغ العادي، المسمار الثاني ما صبغناه أبدا، المسمار الثالث صبغناه صبغ بالإضافة إلى المنتج اللي نحن صنعناه، عرضناه لنسبة ملوحة عالية جدا، يعني حطيناه في محلول وفي نسبة ملوحة عالية جدا. اللي لاحظناه أن المسمار اللي ما صبغناه والمسمار اللي صبغناه الصبغ العادي تآكل بنسبة 100% خلال 24 ساعة. أما المسمار اللي صبغناه الصبغ اللي نحن ضايفين المادة اللي نحن مصنعينها ما تآكل بنسبة ما تآكل أبدا خلال 24 ساعة. نعم، ذكرت أنه بتدخلوا من جديد إلى اختبار جديد أيضا فاطمة، لكن بشكل عام المقربين أو حتى المختصين واللي معكم أساسا في الكلية إيش اللي يقولوا لكم بالضبط؟ كيف تصفين للأصداء بشكل عام؟ هو حاليا في عدة مستثمرين وعدة ناس يتواصلوا معنا يريدوا
يريدوا يستثمروا عندنا او يريدوا انهم يشتروا المنتج. حاليا في مرحله تسويق، يعني بادين في مرحله تسويق، ما بدينا في التصنيع لانه يحتاج الى مصانع ويحتاج الى اماكن يعني كبيره، ونحن يعني تونا بادين في المشروع. بمعنى الآن يعني أنت تكلمتي عن التسويق، وهناك يمكن الكثير من المستثمرين كما ذكرتي حابين أنه بالفعل يكونوا جزء من هذه الشركة، ولكن يعني من خلال أيضا مشاركتكم في إنجاز عمان، كيف قمتوا بتسويق هذا المنتج؟ وأكيد هناك أيضا أشخاص متخصصين في هذا المجال كان عندهم آراء وتعليقات معينة حول هذا المنتج. مشاركتنا في إنجاز عمان بحد ذاتها تعتبر عملية للتسويق، لأنه كان عبارة عن معرض، فيجي المستثمر أو يجي الزائر وتكون هناك آلية التسويق اللي هي المباشرة، نحن نخبرهم عن المنتج اللي قاسين نوفره، فيكون أوضح لهم. طرق التسويق الثانية اللي هي منصات التواصل الاجتماعي اللي هو الرقم الخاص بالشركة أو حساب الإنستغرام والتويتر. نعم، عندما عرضتوا هذا المنتج سواء عن طريق المعرض أو حتى من خلال منصاتكم في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، إيش هي أبرز الأسئلة التي كانت مناط الحديث من قبل المتابعين لكم؟ هم حاليا العديد من المتابعين يعانوا من مشكله الملوحه والرطوبه، فيسالونا هل هو في عده منافسين حالنا نحن في السوق، فيسالونا هل هو هذا المنتج نسبه فاعليته اعلى من المنتج اللي متوفر في السوق او لا؟ هذا السؤال يعني اللي اكثر شيء هم يسالونه. والاجابه على هذا السؤال؟ الاجابه على هذا السؤال ان نحن منتجنا اول شيء انه طبيعي 100%. حلو. عكس المنتجات الثانيه، يعني نحن لما نريد نصبغ او نريد نعدل البيت ونسوي الصبغ، ريحة المنتج يعني ريحة الصبغ بحد ذاته يعني تحسها قوية. وثاني شيء إن تكلفة منتجنا أقل من أو تسعيرة المنتج أقل من تسعيرة المنتج الثاني. نفس الشيء المدة الزمنية، المنتجات المنافسة الماكسيمم مالها 15 سنة أو 10 سنوات، منتجنا 25 سنة كإثبات فاعلية. نعم، ذكرتي أنه منتج طبيعي بما أنه يعني منتج صديق للبيئة. أيوة. نعم، طيب الآن هو هل يحل هذه المشكلة 100%؟ أو يعني لما الشخص مثلا يستخدم هذا المنتج، أنت ذكرتي أنه ضمان 25 سنة بمعنى أنه فترة طويلة، فإذا رجعت المشكلة مرة أخرى في جدران البيت مباشرة الشخص يتواصل معكم؟ نعم، لأن نحن ثابتين فعالية المنتج ويعني متأكدين من المنتج اللي نحن قاسين نقدمه. ممتاز. تقنية النحل كفريق واحد وأنتم طلبة على مقاعد الدراسة، كيف تصفي أيضا للمشاهد الكريم مدى التعاون والتكاتف والتضامن فيما بينكم البين وأنتم أساسا زملاء في الجامعة؟ بالضبط، هو نحن الفريق متكون من 9 أشخاص، 4 أشخاص في قسم التسويق، شخص واحد في الموارد البشرية، وشخصين في الإنتاج، وشخصين في المالية. كفريق كل الشكر لهم، ما قصروا في شيء أبدا. حلو. ومتعاونين ونحاول نخلص الأشياء في الوقت المحدد لها. تأهلنا لمرحلة نصف النهائي من مرحلة إنجاز عمان، وحاليا نسعى في التأهل للمرحلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله، كل التوفيق لكم إن شاء الله. فاطمة بنت سعيد الحبسية مديرة قسم التسويق بشركة خضب الطلابية، كل التوفيق إن شاء الله، نشوف أيضا منتجكم يوم من الأيام على أرض الواقع إن شاء الله. شكرا. إذا مشاهدينا الأحباء نستمر معكم أيضا في قهوة الصباح، نروح إلى فاصل وبعدها لنعود من جديد، كونوا معنا.